وبحضور وزير شؤون مجلس الوزراء، نظمت وزارة الإسكان حلقة نقاشية في مقر معهد السلام الدولي بنيويورك بعنوان السكن الملائم والآمن والميسور كأساس للتنمية المستدامة، وذلك في إطار مشاركة البحرين في الاجتماع الوزاري ضمن المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وقد أكد الوزير أن الحكومة عملت على توفير السكن الملائم للمواطنين وفق رؤية حضرية تنموية مستدامة تواكب النمو السكاني وتعطي الأولوية لذوي الدخل المحدود لضمان الاستقرار الاجتماعي للأسر البحرينية. وأوضح أن الاستدامة تشكل أحد أهم العناصر التي تقوم عليها رؤية الحكومة في المجال الإسكاني، لافتا إلى أن البحرين حرصت على أن يتم تنفيذ المشروعات والمدن الإسكانية وفق أعلى معايير الجودة العالية وبمستويات راقية من البنية التحتية. وقد شهدت الحلقة النقاشية مشاركة فاعلة من الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتنمية الحضرية في كل من ماليزيا وباراغواي وأنغولا وبلغاريا، والتي لها تجارب ناجحة في مجال توفير السكن الاجتماعي. وقدم سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان محاضرة حول تجربة البحرين في توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود منذ منتصف القرن الماضي، حيث استعرض مسيرة الإسكان في المملكة منذ إنشاء مشروع مدينة عيسى عام 1965. وقال وزير الإسكان إن منهجية الحكومة في إنشاء المدن الإسكانية كانت تهدف إلى توفير آلاف الوحدات السكنية للمواطنين لإيمانها بأن الحق في السكن يمثل أهم مقومات تحسين جودة المعيشة للمواطن. وأضاف أن أهداف التنمية المستدامة 2030 جاءت متماشية مع النهج الحكومي في المملكة حول سياسة إنشاء المدن الإسكانية المتكاملة من حيث المرافق والخدمات. ومن هنا كانت الإشادات العالمية التي حظيت بها المملكة في هذا المجال، يأتي في مقدمتها منح صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والإسكان عام 2006 من قبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة تقوم من خلال وزارة الإسكان بإنشاء خمس مدن إسكانية في الوقت الراهن. وتطرق الوزير إلى التعاون بين حكومة البحرين والأمم المتحدة في مجال الإسكان، حيث قال إن الوزارة حرصت على التعاون المبكر مع برنامج المستوطنات البشرية في الأمم المتحدة لتقييم الملف الإسكاني في البحرين عام 2002. اليوم طبعا تطرقنا في الحلقة النقاشية المصاحبة لتقديم التقرير الطوعي الأول لأهداف التنمية المستدامة 2030 إلى تجربة الإسكان في مملكة البحرين، وكيف تمكننا من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة. أكدنا في هذه الحلقة أن انتقلنا من هدفنا المحلي في توفير السكن الاجتماعي إلى التعامل مع السكن الاجتماعي عبر هدف التنمية المستدام وفق المعايير الدولية. أيضا تكلمنا عن انطلاقة مسيرة الإسكان في البحرين، وكيف أن القيادة الرشيدة والحكومة وضعت المواطن على رأس الأولويات. طبعا حرصت الحكومة من ذاك الوقت إلى رسم الملامح المستقبلية اللي تضمن استدامة هذا الملف. وأيضا تكلمنا في الحقيقة عن أن الملف الإسكاني يشهد حاليا تسارع في وتيرة العمل ونسب إنجاز ضخمة، ولا سيما تم إنشاء آلاف من الوحدات السكنية، تضمن ذلك إنشاء مدن جديدة بالإضافة إلى خدمات أخرى. طبعا السائد هني في مبنى الأمم المتحدة في خلال المناقشات وحلقات النقاشية تركيز على الأجندة الحضرية والأهداف التنمية المستدامة، واليوم طبعا أصبحت 2030 قريبة وفي مراجعة مستمرة لهذه الأهداف، وفي تأكيد وتركيز على هذه الأهداف. ولله الحمد البحرين أيضا اهتمت اهتمام خاص في أهداف التنمية المستدامة، وسخرت كل طاقاتها من خلال الأجهزة الحكومية، من خلال تكامل الوزارات للخروج بنتائج متقدمة.